مثل العادي ليلى بتخص الملف السوري بتوقعاتها، فمين غيرها توقع زيارة الأسد إلى موسكو وازدياد التدخل الروسي بسوريا؟ زيارة غير متوقعة للرئيس الأسد إلى موسكو. المغالون في تأييد الرئيس الأسد قرأوا في مشهد زيارته إلى موسكو انتصاراً سياسياً له في مواجهة ما يصفونه بالمؤامرة الدولية. لروسيا شأن كبير يعلو على أمريكا والصين وأقدام الروس في مصر وليبيا وسوريا. تحتدم الغارات من الجو وتحتدم المعارك على الأرض. هذا هو حال الوضع العسكري في سوريا في ظل التدخل الروسي. المروحيات والمقاتلات الروسية شنت 64 غارة أصابت في خلالها 55 هدفاً لتنظيم الدولة الإسلامية في خلال الساعات 24 الماضية. مقابل التطورات السورية، تطورات أمنية مستمرة بكثير من البلدان المجاورة. أرى الساحة الفلسطينية مقبلة على حرب من نوع جديد. انتفاضة السكاكين التي انطلقت إثر الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى مستمرة. هنا استشهد الفلسطيني ابن 16 عاماً برصاص الاحتلال بعدما حاول طعن حارس شمال الضفة الغربية. تركيا ستعود إلى قلب الحدث من جديد من جراء هجوم إرهابي في إحدى المدن التركية الكبيرة. تظاهرة من أجل السلام تحولت إلى مجزرة، هكذا وصف أحد شهود العيان ما جرى في أنقرة عندما استهدف انفجاران تجمعا شعبيا ضم الآلاف في محيط محطة القطارات. موجة حزن كبيرة تعم المغرب تؤدي إلى إعلان الحداد 3 أيام، ذلك لحدث مؤسف. إلى 10 حجاج ارتفعت حصيلة الحجاج المغاربة الذين قضوا في حادث التدافع بمنى، فيما أصيب 8 بجروح، 29 حاجة وحاجة مغربية هم في عداد المفقودين. هيدي التوقعات اللي أطلقتها ليلى بالحلقات السابقة، أما شو ناطرنا من توقعات جديدة خلينا نتابع سوا.